الله جوج رجلين شحال حلاوه يا كاسبوت كتشوفني غير كضحك علاش هما مزيانين فرحانين وانا مزيانه فرحانه مشكل كيشموا الماكله تما في الفيديو ديال اليوم غتشوفوا شي حاجه اللي مختلفه وغادي تعرفوا ان مازال الخير في هذه الحياه وما حدك كتنفس كاين الامل لاي حاجه ولا الاستسلام خلي واحد لايك وبارطاجي الفيديو المهم دابا وصلت للبلاصه اللي غادي يكون فيها احسن فيديو في العالم كيف ما كتشوفوا معايا جيت عند سليمه اللي كاينه في مدينه طنجه وخرجنا كاع الكلاب اللي اونديكابي هو انا الكلاب ديالنا اللي مهرسين ولا عندهم مشكل بظهرهم كيتمشاو شي مزيان قنيطرة مسكينه عند الرجله هيدا كيجيو البحر كيعجبهم بزاف كيقدروا يلعبوا في الرمله ما كيتقصحوش كنجيو بكري بزاف باش ما يكونوش الناس المشكل دابا في الصيف شتي كاين بزاف الطبلات وهذيك حق بعدا ما كاينش بنادم هذيك اللي مزيانه باش ما نصطبروا حتى واحد باش ما نصطبروا حتى واحد حق الحقيقه الناس اللي كيجوزوا كلشي كيجيو كيشكرونا كيقولوا لنا برافو هادو مساكين الطروبيرات اغربيه بهم الطروبيرات ضرباتهم هيا خايله منين تكون كتسوق خمم اي وقت شي حيوان يقدر يخرج شي بنادم يقدر يخرج رد بالك كليبات بحال عول صغارين ما كيفهموش شي ما كيعرفوش يقطعوا الطريق اذا حق الحمد لله شوف واخا مهرسين فرحانين عندهم حياه مزيونه جوج مرات في النهار كيخرجوا في كرارس في الصباح بكري وفي العشيه عندهم مطاع كبير في جمعيه الرمله في كيلعبوا بها يقدروا ينعسوا تما عاوتاني ما كيتاداوش هذيك المهمه كما بايبيز عرفتي دابا الناس كيعملوا بيكنيك ياك الماكله كتبقى منزله تما ما كيفتش عليا اوليداتي باقي ما فطروشي ما عطيتهمش يفطروا باش متقياوش في الطوموبيل كما بايبيز وشوت سبوت تبارك الله جوج رجلين شحال حلاوه يا كاسبوت هو ما خصوش كروسه كان عنده كروسه يقول لك لا غنمشي بيدي ياك حبيب هكا يا سيتا كما بايبيز مشكل كيشمو الماكلة تما إلا كي بابي إلا كي بابي هاكي بيدا ديالي وي Are you stuck again? Are you stuck again? Go on Move That's it بالحقيقة باش جيبهم كاملين الشغل بزاف الشغل حق شو 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 شحال فرحانين حلاوة ونص هاد الكليبات هادو كاملين محتاجين حنايا نوقفو معاهم ونتعاونوا معاهم المهم هذه الجمعيه هذه كاينه في طنجه بالضبط كيف ما كتشوفوا وسليمه هي مولات هذه الجمعيه هذه كيف ما كتشوفوا معايا ها هي وهاد الكليبات كاملين ديال سليمه وما كرهتش كاع المغاربه اللي بغاو يتعاونوا مع هاد الكليبات ولا يتعاونوا مع الجمعيه غادي نخلي لكم كل شيء في اول كومونتير فوالا كيف ما كتشوفوا صراحه احساس واعر كيف ما كتشوفوا معايا اقسم بالله الى احسن احساس عشت في حياتي كتشوفني غير كضحك علاش هما مزيانين فرحانين وانا مزيانه فرحانه واش هاد السيد جا من ايرلندا وجاي يعاون الجمعيه تعلم مع كرارس كل نهار كيهبط شي جوج ولا ثلاثه نبحر هاكا المره هادي هبطنا اغرب بيهم ليونا العيلة فين ماشا كيفاش الكلاب يكونوا فرحانين نقصوا بالحنان والحب منادم دائما نقصوا كتار وكتار 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 كلب كتعاونو مره واحده في حياتك عمره ما ينساك وليلو حنا الانسان انسان ديالو بنادم ديالو اكبر حاجه في العالم حيت شو 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 الحلاوه زعما هادشي هادشي انسانيه هاد الكليبات لي اونديكابي كيعطيوك واحد الحنان وواحد الطاقه ايجابيه فهاد الصباح تحية لخويا محمد ماسكوت لا ماسكوت هي كليبا برانسيبال الجمعية هكا كيدا غزالة اجي حبيبة صافي حيت الناس غيبداو يجيو ومعك راس كيجريو شي سبحان الله كيفاش كيجريو الناس كيخافو اذا وهذا كان كلب الاولاني مهرس فيا اللي جيت انا جبرناه قدام طريق تطوان
وفي هذاك الوقت ما كنتش عارفة كاين الحال دوكا الروسات وهادشي والاخر. هو كل يبلولة لي اللي جربت وني شوف شحال فرحان وكيعجبو الحال وكيلعب وكيدابز وكيهادشي والاخر. تما فهمت علاش الناس كيقتلوهم. جيني تقدر نعاونو حق الحقيقة. هو ساكن في فيلا في جمعية اللي عندو لاكوش. دابا صح خصك تبدلو لاكوش ضروري خصو يكون ناشف ما خصوش يكون فازر. إلا لا جلدة ديالو غتأذى. وإذا ما أنا عندي بزاف دابا عندهم موطع كبير بالرملة بحال اللي قلت لك كيبولوا البول كيهود نتاع حيت كاكا غير كتجمعوا نبعلو خصو تنقيه دابا وساعة حيت ملي كيكونوا مهرسين ما كيحسوش إني خصهم طواليت مساكين. وإذا عملتي تدخل هذا وكتخرجهم جوج مرات في النهار بكرارس ومرة مرة ديهم لبحر عندهم حياتهم ضخمة. دوزت مع هاد الكليبات أحسن نهار في حياتي أحسن إكسبيريونس دوزت في حياتي. يعني كنشوف هاد الكليبات كيفاش فرحانين كيفاش كيزريو في الرملة وهم فرحانين ورجعات ليهم الحياة بعد ما كان انتهت ليهم الحياة. زيد 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 ويي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 ي
كان دخلوا كرار زيفا كامي مطعم كلاب عندهم فرشين مرطنوبيل أنا ثلاثة طنوبيلات باش نجيبهم كاملين بيهم وكرار زيالهم دابا غنطلعهم جمعية غيفطرو غيشربو يا الأولانية هاديك 100% غيشربو غيفطرو وغينعسو مع راسهم صباح مضخم. شكرا زكريا جيتي وشكرا كتفهم المغاربة ديالنا كيفنا مهم كاملين بين الصال ديال الحيوان وكاملين بينا نقدر نعاونو غير نزلو الماء في الحرارة نهار سخون وهاديك طوير غيشرب النحلة غتشرب قطة غتشرب كل يبغي يشرب حاجة صغيرة هنا إذا كنردو الدنيا ديالنا غزالة. شكرا.